سيادة الوزير، النهاردة مركز معلومات مجلس الوزراء في انفجراف كده هايل الحقيقة تم نشره، سلط الضوء على قطاع الغزل والنسيج اللي بيشهد تطوير كبير جدا جدا. بنتكلم على محالج، بنتكلم على شركات تطوير، بنتكلم على إنشاء أكبر مصنع الغزل والنسيج في الشرق الأوسط. وصلنا لفين في هذا الأمر يا فندم؟ احنا ماشيين على التراك تقريبا حضرتك. المشروع حوالي 21 مليار جنيه كما يعني اعلنا مرارا، 21 منهم حوالي 7 مليار انشاءات فقط ل 65 مبنى. يعني 65 مبنى، في منهم المباني الجديده زي المبنى اللي حضرتك تذكرتي يعني تفضلتي وذكرتيه، مصنع غزل واحد في المحله اللي هو على 62 الف متر ونص. ده مصنع جديد كليا ما بين المصانع الجديدة وما بين المصانع اللي بيعاد تأهيلها زي مصنع غزل 4 و6. نعم. في المحلة برضه دي مصانع قائمة ولكن في عملية إحلال كبيرة فيها. فسبعة مليار للإنشاءات، ثم حوالي 9.5 مليار للماكينات، والباقي العناصر كتيرة من أهمها التدريب ومن أهمها رأس المال العامل وال التسويق. نعم. ف 21 مليار جنيه. نعم. تقريبا الانشاءات حوالي 60% النهارده. باذن الله تبتدي يعني نستلم الانشاءات ونركب المكن بدءا من ابريل مايو القادم. نعم. بحيث ان احنا على اخر السنه نبقى اغلب المصانع دي تم التشغيل التجريبي لها. وهيبقى عندنا في مصر ميزه تنافسية في إنتاج القطن وفي صناعته أيضا بالطاقة الجديدة. بالطاقة الجديدة بتاعتنا والمكن الجديد يعني بيبقى فيه كفاءة بدءا من الحليج إلى الملابس الجاهزة. الأهم من كده بقى أن احنا رجعنا بالتعاون مع الوزارات الأخرى، وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة. بنعمل برضو مجهود كبير في تجربة أول مرة بتحصل على المستوى ده في مصر، وهي تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيل في مصر. والحمد لله التجربة تحت توجيه ورعاية فخامة الرئيس، التجربة نجحت درء العينات في السنة الثانية ليها، والإنتاجية عالية، وبالتالي التكلفة بتاعة القطن ده والجودة بتاعته، التكلفة يعني منخفضة جدا والجودة بتاعته رائعة بالنسبة للأقطان قصيرة التيل المستوردة. فبإذن الله في أمل أن احنا نبتدي نزرع بكميات أكبر شوية مع عدم الخلط بينها وطبعا وبين الأقطان فائقة الطول والطويلة. نعم. اللي احنا يعني مشتهرين بيها. نعم. فهيبقى في زراعة في الصحراء بعيدة عن الوادي. والهدف هو تاني دعم الصناعة ان احنا وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، لان احنا بنجيب بأرقام كبيرة جدا الأقطان قصيرة التيلة والغزول السميكة. تقريبا هنوفر قد ايه يا سيادة الوزير؟ يعني حسب ما نزرع، انما حسب ما نزرع انما احنا بنستهلك يعني تقريبا 2 مليار دولار. حسب ما نزرع باذن الله هيكون التوفير من العمله الاجنبيه وقيمه مضافه طبعا رائعه، لانه يعني القيمه المضافه تقريبا حوالي 95% في زراعه الاقطان قصيره التيل. نعم. اخر حاجه اقولها المنظومة هي اللي حضرتك ذكرتيه برضو، ان احنا نجحنا على مدى سنتين كلجنة اللي هي المسؤولة عن الأقطان اللي هي من الوزارات الثلاثة. الحمد لله رجعنا تاني منظومة كانت موجودة في مصر سنة 1907 اللي هي المزادات على الأقطان. تم تعميم التجربة على مستوى 14 محافظة، حوالي 191 مركز أقطان، ويعني حققنا نجاح الحمد لله رائع. السنة الجاية تقدري تسمعي إن القطن رجع تاني في بورصة السلع، يعني يبقى زي البورصة بتاعتنا اللي كانت موجودة
زمان سنة 1907. نعم زمان. طيب الكلام اللي حضرتك بتقوله يا سيادة الوزير العامل الأساسي فيه والضلع الأساسي فيه هو المزارع اللي بيزرع القطن، مش كده برضو ولا إيه؟ هل في إقبال مبدئيا من المزارعين على فكرة التوسع كزراعة النوع الجديد من القطن اللي ما كانش موجود قبل كده اللي هو قصير التيلة؟ الحاجة التانية، هل بتصلوا مع المزارعين ولا دي قصة مش قصة حضراتكم كوزارة لشراء بأسعار الانطار بيناسب الفلاح، بالتالي ان احنا نشجعه على الزراعة اكتر؟